على تحمل المسؤوليه للمسيرين، يلزم يحطهم في خاتم اللاعبيه ان البطوله ما وفاتش وان البطوله راهي ما توفى الا في اخر مقابله وبعد 90 دقيقه. بالعقليه هذه بالمواصله بالمثابره تجي معطيه تنقلب باي اتحاد المونستيري ولا واحد تكهن انه مش يهزم الترجي ويهزم الترجي. كيف الترجي ماهوش فريق معناها لا يهزم، يجم ينهزم مع اي منافس اخر وتجي معناها المعطيات تتغير، ولكن لا يعني يعني امن بحظوظه الى اخر لحظه. بالضبط هذا هو. نرجع للجوهر بسرعه، يعني مباراه نابولي كيفاش كانت؟ والله مباراة ودية كانت، معناتها أول مقابلة سيفوزي بن زرت معناتها على رأس سيفوزي، كانت مقابلة طيبة، مقابلة حماسية، حضر فيها جمهور، تمتع فيها بعروض طيبة، ضمن 3 أهداف في مقابلة معناتها أول مقابلة في 2003، 3 أهداف كانوا معناتها أهداف ميزانية برشا، وإن شاء الله تكون مقابلة ذي إن شاء الله تكون فتح خير عام 2003 و ان شاء الله معناتها الترجي من احسن الى احسن. اذا نشاهدوا ملخص لمباراه الترجي ونابولي، تعليق عبد الرحمن العاش، تحقيق عبد الخالق السعداوي، تصوير انيس الماجري، معز دغبوجي، والتركيب لجلال يوسف. مواسم ممتازه لفريق نابولي مع النجم الارجنتيني مارادونا امتدت من 1984 الى 1991. فريق جنوب ايطاليا عرف التتويج في تلك الفتره بطولتين بالاضافه لكاس الاتحاد الاوروبي 1989. حاليا نابولي في القسم الثاني، ازمه ماليه، المركز قبل الاخير في الترتيب، وتعويض المدرب كولومبا بسكوليو بعد الجوله 15. لاعبين دوليين معروفين كانوا في التربص في تونس وشاركوا في اللقاء الدولي الودي امام الترجي الرياضي. فيديغال الدولي البرتغالي، سيزا لاعب المنتخب السويسي، ومحترف سبورتينغ لشبونه سابقا المغربي عبد الاله صابر. فرصة سعيدة التواجد ديالنا في تونس، و معرفة ديالي مسبقة على بعض اللاعبين كذلك في الترجي ولا في فرق أخرى. بالنسبة لنا مقابلة تحضيرية هامة، خاصة أنه فريقنا ينتظر موعد هام يوم 6 جانفي في بطولة القسم الثاني. من جانب الترجي هي المباراة الأولى لفوز البنزرتي أيام قليلة بعد عودته للإشراف على حظوظ الفريق للمرة الثالثة منذ 1993. شوط أول ممتاز للترجي أمام نابولي، واستغلال ثغرات واضحة خاصة في محور الدفاع المتكون من القائد بالديني ويوريو. التأكيد منذ الدقيقة 5، كرة مرت عبر 6 لاعبين، وكانديا تراوري بتسويبة قوية ساحقة يختتم هذا العمل الجماعي، ويسجل الهدف الأول في مرمى الحارس الاحتياطي لنابولي ستوراري. في حين كان السويسي سيزا دون مستواه المعهود، وابرز فرصه اتيحت له كانت اثر كره ثابته، والايفواري تيزيه وضع الكره في الركنيه. هجوم الترجي كان في وضعيه سامحه للتسجيل من جديد، ضغط من الزيتوني على المدافع يوريو، ثم تمهيد من الكنزاري للمالكي وتصويبه قويه فوق المرمى. البنزرتي استعمل حلول اخرى في وسط الميدان ومنح الفرصه للمقعدي انطلاقا من الدقيقه 32 مكان ماهر الكنزاري. والمقعدي كان مصدر الهدف الثاني مع توزيع الدقيقة لكانديا تراوري وتصويب على الطائر للاعب ستاد أبيجان سابقا. هدفين مقابل صفر، وأكد بالمناسبة عودته القوية بعد الجولات الأخيرة للبطولة. فوزي البنزرتي جرب في الشوط الثاني أكبر عدد من اللاعبين، والبداية مع أقحام الليبيري فرانك سياتور في الهجوم مع ليزيتوني. كذلك كان أول ظهور اللاعب الإيفواري دياكي بزي الترجي. أنا مسرور بطقم سيل زي الترجي، هدفي هو إحراز الألقاب مع فريق جديد وإسعاد جماهيره. واللاعب القادم من أسيك عوض المالكي كمتوسط ميدان هجومي وأظهر خصال فنية كبيرة، أيضا قوة في التصويب ومنح الإضافة من الجهة اليمنى للخط الأمامي. الترجي حافظ على توازنه رغم تغيير كامل الفريق في الشوط الثاني باستثناء جوهر المناري صاحب الهدف الثالث، وتزيد بداخل الرجل اليمنى بعد تمهيد بالقدم من البشير المقعدي. فوزي البنزرتي اقحم ايضا راضي الجعايدي ليسترجع جانب من امكانياته البدنيه، وخاف كامل الشوط الثاني وسجلنا اول حضور للظهير الايسر امير المقدمي بزي الترجي، في حين عوض عصام جمعه الزيتوني في اواخر المباراه.
وفريق نابولي ما تحسنش مردوده ودفاعه تحمل عبء الفترة الثانية مقابل غياب العمل الهجومي خاصة بعد خروج ديونيتشي. مهمة صعبة تنتظر فرانسيسكو سكوليو خاصة قبل لقاء هام مساء الغد في بطولة القسم الثاني الإيطالي أمام أنكونا. كم دابيتيو دي الاسبرانسة دي ان جراند اكيب نورمال كالعادة الترجي دائما فريق كبير. لعبنا منقوصين من 5 لاعبين اساسيين وهذا علاش ما قدمناش مردود جيد في المباراة. العناصر اللي دخلت في كل الوقت كانت في المستوى وظهرت وجه مشرف ولعب معها طيب وما تكون مسيرة كان قدرة الإله كان إيجابية للترجي الرياضي.